غرائب وعجائب ورعب على يوتيوب يقدمها اليوتيوبر فريد الشهراني ضيفنا في حلقة اليوم. وترامب يصف بوتين بالعبقري لكن بيأكد لو أنا رئيس ما كانت جرأ يعمل اللي عمله. ومراسل خارق بست لغات يدهش العالم، أهلا بكم. بقنتين على يوتيوب بيطل اليوتيوبر السعودي فريد الشهراني على الملايين من متابعيه، فعنده قناته اللي هي زومبي اكس سي اكس مخصصها للجيمينج او محتوى الالعاب، اما قناته الاساسيه والاولى هي فريد اكس سي اكس، فبيحدثنا فيها عن نظريات فريد او زي ما يسميها نظريات رح تدمر طفولتنا، وبيستعرض معانا امور مرعبه وغريبه وخفايا من افلام ومسلسلات كرتون شهيره زي دورا وسبونج بوب وباتمان ورسوم ديزني وغيرهم. كمان في نفس القناة بيشاركنا فريد بحكاية وقصص واقعية وأسرار وألغاز موجودة في الحياة لكن يمكن ما قد فكرنا فيها، وبينزل هو رياكشناته أو ردات فعله على مقاطع أيضا وتجاربه وتحديات خاضها أيضا. I hate it when I say it, my demons that are bitten. Question everything in this life while I make it. Was tough, I was rough, but now just a huff. In a single minute right here on my puff. Looking at my monsters in the eyes, trying not to die. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شلونكم؟ إن شاء الله كلكم طيبين. دا عاجل إلى الزومبيز، دا عاجل إلى الزومبيز. يا جماعة وأخيرا جت اللحظة اللي نثبت فيها لليوتيوبرز إننا أقوى ناس في اليوتيوب. اليوم راح نتكلم عن المزيد من النظريات اللي راح تدمر طفولتكم. استاذة تلاقي جدتها وجدتها تعتني فيها وتكون نهاية سعيدة، ولكن القصة الحقيقية لأنستازيا هي قصة مأساوية. وبكذا طلعت لنا شخصية هيلو كيتي. طبعا ليش ما عندها فم؟ السبب هو لأنها تمثل سرطان الفم اللي كان عند بنتها. يعني كان في ناس يغدرون بالعوائل الملكية ويغتالونهم، يعني يقتلونهم قدام أطفالهم. عدد الجرائم في أمريكا بازدياد بشكل كبير، وهذا غير الناس الحاملة لمرض كورونا اللي قاعدة تحاول أنها تنشر المرض لباقي الناس بطرق جدا مخيفة. شفيق يبكي دم وشكله جدا مخيف، ونسمع صوت بكاء مخيف وصوت لشخص يصارخ ويقول له افعلها. وكأنه يقول له انتحر. كذا ظهرة كذا وهي تشيلهم تتكلم معاهم تلعبهم. اي مستشفى مجانين، الو السلام عليكم. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. واضح اني قاعد اغش. اي باس جيم او شيء زي كذا، يقول اللعبة مرة 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 تخوف. فالله يستر، اتوقع خلاص تعودتوا علي وانا اخاف، بالعاده انا اللي اخوفكم. ايش في مين هذول؟ قاعد يستكشفون؟ اصبر، اختفى المكان. يمكن يخلي شخصية محبوبة عند الناس تصير شخصية مرعبة للكبار والصغار. عشان كذا انا اليوم راح اجرب حياة المهرجين. لا جمال، على فكرة صحيح أنه فريد بدأ من يوتيوب لكن وجهه صار مألوف في كل المنصات، وطبعا مؤخرا تيك توك وبتظهر مقاطع نظرياته اللي بتجمع ملايين المشاهدات. وهو معنا في الاستوديو فريد الشهراني اليوتيوبر. أهلا فيك. أما الباروكة روعة. طيب صراحة اللي يدخل يعني قناتك حيقول هذا شخص عنده هوس بالرعب والخوف والأشياء دي كلها، ليش؟ أنا إنسان ممكن ناس يشوفون الشيء هذا غريب، بس أنا أحب الرعب بشكل مش طبيعي. أحب الأفلام من وأنا صغير، يعني أمي تحكي لي تقول لي من وأنت صغير لما أشغلك سكريم أو تشكل الأشياء هذه طالع وتركز تكون فرحان. يعني لا أنت تتخوف كده؟ لا ما عليكم، أنا إنسان طبيعي يا جماعة. أحد يخاف مني؟ يعني يكون عندك ميول إجرامية ولا لا؟ لا لا ما عليك، أموري تمام الحمد لله. طيب من أنت صغير تحب هذه الأشياء؟ أيوة بالضبط. أوكي وبعدين؟ وبعدين مع الوقت يعني أنا أحب أبحث عن هذه الأشياء، النظريات والأشياء هذه، صرت أقولها لأهلي لأصدقائي. بعدين قلت إنه ليش ما أشارك الشيء هذا مع العالم كله، يعني مع يعني جمهور أكبر أو مع ناس صح. أكثر. فبدأت باليوتيوب اللي هي أسهل منصة الواحد ممكن يبدأ فيها. فبدأت أنزل فيها ولقيت إقبال جدا كبير فيها الحمد لله. يعني حلو. إيه فيديوهاتك يعني ما شاء الله عليها يعني ملايين المشاهدات، بس يعني كمان في ناس بيشككوا في الكلام اللي بتقوله والنظريات، وبيقولوا هو بيعمل هذه الحركات عشان يزيد المشاهدات و و و. أوكي طيب، مبدئيا إحنا ما نكذب على بعض، كل أحد يبغى مشاهدات طبعا. معروف. الشيء الثاني، أنا بديت الشيء هذا مو من دافع المشاهدات، أنا بديته من دافع حب. السبب الرئيسي هو إن في بعض فيديوهاتي أو خاصة لما بديت
اغلب فيديوهاتي عليها ديمونتايزيشن اللي هي العلامه الصفراء إيه؟ اللي بسببها ما حيجيك فلوس. اوكي. فانا ليش تجيني العلامه هذه؟ لاني احط مثلا لقطات شوي قويه، اقول كلام شوي قوي، اشياء شوي حساسه. أيوة. بس انا اكثر شيء يهمني هو محتواي يكون من جد مرعب، اللي يشوفه يخاف من المحتوى هذا. هذا اهم شيء، هدف نبيل الحقيقه. فريد، طيب اوكي، كلها للمتعه يعني. ايوه اوكي. فبس المعلومات، ايوه المعلومات على حسب، في مثلا بعض الاحيان اخذ افكار من يوتيوبرز اجانب اترجمها للعربي، حلو، انزلها. مرات انا اتفرج على كرتون كامل، او يعني اغلب الناس يعرفون ان انا اسوي اللي هي سلسله نظريات تدمير الطفوله، صحيح، فاتفرج كرتون كامل واحاول اطلع منه نظريات واشياء وتكون منطقيه من جد. يعني لما يعني انا لما اشرح لك الفيديو اقول لك ان النظريه كذا كذا، واشرح لك حبه حبه لدرجه ان المشاهد نفسه يعني يستوعب الشيء ذا، شوف انه شيء منطقي من جد. فبما انك انت كنت عايش طفوله تحب فيها الرعب، حابب تخرب طفوله الناس التانيين. يا بس برضو انا للحين انا يعني اتكلم عن كرتونز، وانا للحين وانا عمري 22 سنه انا اتفرج عليها للحين. يعني انا احب الاشياء هذه. طب بس يبدو انه مو بس القناه اللي هي اهتمامك او اليوتيوب تحديدا، بس يعني واضح انك انت كمان حابب انك تغني. أيوة، وبدات بالضبط. تغني، ايوه الحمد لله. انا بديت عندي هوايه اللي هي الكتابه، الرابينج يعني، فبديت وعندنا كذا بروجكت نازل. اول اغنيه نزلتها لي كان اسمها تروش، اللي انا كثير ما احب اتكلم عنها يعني، لان تعرفين اول اغنيه دائما تكون فيها اخطاء مره كثير، الواحد يستعجل تخجل منها. ايوه بالضبط. انت ليش تخجل منها بهذه تروش؟ ما اشوفها اغنيه، اشوفها شيء استهبال اكثر. يعني مش شيء فني. بس الاشياء الجديده اللي قاعد اشتغل عليها. بس يعني تروش، بس عشان تشرح للناس اللي ما يعرفوا ايش يعني تروش. تروش يعني يتحمم. بالضبط. فانت كنت بتخاطب مين؟ كنت خاطب الناس اللي ما يتحمموا في الصيف. اوكي. وننظر منهم يعني في الاماكن العامه يعني. طيب، فهذا هدف نبيل برضو وغايه نبيله. المهم هذه انت مكسوف منها هذه الاغنيه، بس بعد كده لا كتبت اشياء يمكن اقرب لتجربتك. ايوه بالضبط. يعني بدات اللي صار كورونا. ايوه للاسف يعني. انا كنت مشترك في برنامج اسمه سديم، حق صناع محتوى من العالم في الوطن العربي كله. فكنا مع بعض نصور في هوتيل، حتى لما جت الجائحه كنا قاعدين احنا مع بعض. أوكي. لمده شهور، فتعودنا على بعض. الناس كانت محجوره في بيوتها وتتفرج علينا واحنا عايشين مع بعض. فبعدها خلاص كل واحد راح بلده، كل واحد رجع عند اهله. وفجاه يعني انا تعودت على شيء، فجاه تغير علي كل شيء. يعني كنت في بيتي في غرفتي محجور، ما اقدر اطلع لما صار الحجر علي عندنا يعني. فاشتكت حق كل شيء خلاص، تعودت. فاكتئبت يعني، وكنت مره متضايق اني بعيد عن الناس هذول وما اقدر اوصل لهم، وبعضهم اصيبوا بالمرض هذا. فكتبت الاغنيه هذه. اغنيه كانت عن الاكتئاب، توصف كيف ان الاكتئاب ممكن يسيطر عليك بشكل مو طبيعي، كيف انه ممكن. وبالانجليزي كتبها؟ ايوه بالانجليزي، لان انا بالغناء او بالرابينج التعبير عندي بالانجليزي او الكتابه بالانجليزي عندي اسهل من العربي. بالعربي مو مره شاطر يعني، بس احاول. اي ما شاء الله. فهذه لوست لغتك الاساسيه؟ لا هي مو لغتي الاساسيه، بس بالرابينج انا افضل الانجليزي. انجليزي. طيب بس هذا دحين الان ايش يعني؟ خلاص دحين حنقول مثلا بدل يوتيوبر حنقول مغني. خلاص يا فريد. يوتيوبر مغني ليش لا؟ يعني ناوي تحترف انت الموضوع، حتنزل فيديوهات اضافيه؟ طبعا انا مخطط اني اخذ برضو اليوتيوب والنظريات هذه لليفل ثاني. انا كل فتره اطور من المحتوى حقي. والغنى برضو يعني قاعد احاول، هو شيء جانبي حاليا، بس انا يعني قاعد احاول اخليه برضو شيء اساسي يعني. ايوه طبعا. والجيمنج برضو عندك قناه جيمنج؟ هذه برضو. ايوه قناه الجيمنج. انا انسان، انا جيمر، احب العب مره، بس بالعاده العب لحالي او مع اصحابي يعني. فبرضو نفس الشيء، قلت ليش ما او انه ناس كثير يعني مثلا في الستوريز حقتي اصور مثلا انه انا ختمت هذه اللعبه واقول رايي الشخصي. أيوة. يعني عادي اسولف مع المتابعين. فكثير ناس صارت تطلب مني، فريد ليش ما تفتح قناه جيمنج، فريد ليش ما تفتح قناه جيمنج. فالشيء اللي يضحك والحلو في الموضوع اني فتحت قناة جيمينج وفي خلال اسبوع جابت 100,000 مشترك، وانا ما نزلت عليها اي فيديو. فلهالدرجة الناس كانوا مرة متحمسين للشيء ذا. ايوه، ولانه كمان عندك قناة تانية اللي هي منتشرة طبعا. أيوة. كمان. طب يعني ما شاء الله، هذا كله وين وقت الدراسة؟ انا ادرس. لا تخافون، ادرس للحين، لان الدراسة هي اهم شيء يعني. ما نعرف انه الاشياء هذه متى ممكن توقف تدوم يعني. صح. ما تدوم. فأنا أدرس في جامعة البحرين. أي. تخصصي سياحة، ميجر في السياحة وماينر في الماركتينج، والحمد لله يعني أدرس وأشتغل بنفس الوقت. متى ناوي تتخرج إن شاء الله؟
يعني نقول سنتين ونص بالكثير باذن الله. اهلك بيزنوا عليك؟ اوف كثير. يعني الحين هم اذا بيتابعوا هذه المقابله حينبسطوا انه انا يعني فتحت معك هذا الموضوع. مره طايرين من الفرحه. لانه يعني فاضل لك بس سنتين وشويه يعني. والله هي تعتبر كثير لان انا داخل الجامعه من 2018. طبعا. لا انت مره على راحتك. يا انا ماخذ راحتي على الاخر. طيب اوكي، نحن اول شيء بنتمنى لك التوفيق. الله طبعا يسعدك. والناس اكيد يعني الان عرفت اسمك للي ما يعرفوك، وممكن يدخلوا يشوفوا قناتك تشوفوا مقاطع الرعب كثير ويدخل لك اماكن ويقول لك مسكونه وما ادري ايش كذا. على العموم كان معنا في الاستوديو اليوتيوبر فريد الشهراني، شكرا لك يا فريد. الف عافيه. الله يسعدك. اهلا من جديد. ابطال الازمه الروسيه الاوكرانيه معروفين، لكن في وسط الاهتمام الكبير اللي ماخذته هذه الازمه في نجم جديد صعد ولفت انتباه العالم. بنتكلم تحديدا عن المراسل التلفزيوني والاذاعي فيليب كروثر اللي من اول الازمه جالس بيغطيها من كييف وبستة لغات. ستة لغات: انجليزي، اسباني، فرنسي، الماني، برتغالي ولوكسمبورغي. ترى احنا ما بنقول انه بس بيتكلم كذا عادي هذه الستة لغات، لا هو بيغطي بهذه اللغات، يعني هو متمكن منها لدرجة انه هو يطلع على التلفزيون ويغطي بهذه اللغات. شوف. Been a war with Russian-backed forces in the east, the Donbass region, for 8 years now. But despite that, the capital city of Kiev is relatively calm. Schuld ist es an einem gewissen Kriegsgewinn, der natürlich schon am Gang ist, am Osten, an der Donbass-Region, durch die Ukraine, an der russischen Separatisten, dos reuniones, que va a mantener el presidente francés hoy en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y mañana aquí en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Moscovo brandió anuncio de retirada de terça-feira como prova de que os temores da guerra foram fabricados por ocidente hostil liderado pelos Estados Unidos. A esse stade, la guerre semble probable, c'est aussi simple que cela. Mais il y a encore cette petite lueur d'espoir que la diplomatie puisse arrêter une invasion russe de l'Ukraine. Das ist genau das, was sie erwartet hatten. Desinformation, gefälschte Angriffe und ein Vorwand für Russland in die Ukraine einzumarschieren. Aber alles ist sehr schwer natürlich vor Ort zu über... يعني صراحة مدهش. فيليب عمره 41 سنة، أبوه بريطاني كانوا بيكلموا بالإنجليزي، وأمه ألمانية كانت بتكلمه بالألماني بس، وانولد في لوكسمبورغ فبيتكلم لغتها. وكأنه هذه الثلاث لغات اللي قلت لكم عنها مو كفاية، فخلال مسيرته المهنية اشتغل وتعلم ثلاث لغات إضافية. وعلى فكرة غير موضوع اللغات، أصلا سيرته الذاتية ملفتة جدا بالأحداث اللي غطاها ومن حول العالم. يعني في فايدا نيثن هو رئيس تنفيذي لبنك اي دي في اف سي فيرست بانك الهندي، لكن اضافه لهذا اللقب او المسمى الوظيفي احنا اليوم في تفاعلكم رح نعطي له لقب اضافي، فهو المدير الكريم. فالسيد في حب يرد الجميل لمجموعه من مساعديه واهداهم ما مجموعه كده 3.7% من حصته في اسهم البنك. هدول يعني 900,000 سهم وقيمتهم بتتجاوز $500,000. مساعدي المحظوظين هم سواقه ومدربه ومساعدين له في المكتب وفي البيت كمان. الخبر طبعا لفت الناس وتناقلت وسائل الإعلام حية المدير الكريم هذا اللي اتضح انه كرم عاد طلع مو جديد، طلع راعي كرم من زمان يعني. فمن يناير 2018 لليوم مجموع ما تبرع فيه من اسهمه في البنك لاعمال خيريه بيوصل لنحو 38%. ومن بين تبرعاته السابقه الملفته كمان كانت في هديه لمعلم سابق له درسه رياضيات ودينوا زمان 500 روبية، يعني $6 لما كان طالب على قد حاله، وجاله قبول في المعهد وما كان عنده فلوس حتى يسافر للمعهد، فقام ردله الجميل بعد سنوات. ردله هذا الجميل كيف؟ مئات الآلاف من الدولارات. هذه الخبر أو هذه القصة حبينا تكون كده قصة ملهمة. طيب، وخلال الأزمة الأوكرانية يمكن البعض كان نفسه يعرف لو كان ترامب هو اللي في البيت الأبيض كيف كان حيتصرف. الرئيس الأمريكي السابق
قرر يجاوب بنفسه ودخل على خط الصراع بين روسيا والغرب. وخلال مقابلة إذاعية مع برنامج The Clay Travis and Buck Sexton Show انتقد طريقة إدارة خلف جو بايدن للأزمة وتفشخر وتباهى بعلاقته ببوتين. فترامب حرفيا اتغزل بالرئيس الروسي وبتحركاته في أوكرانيا وما خلى كلمة حلوة إلا ما مدحه فيها. قال له أنت رجل عبقري وتكتيكاتك ذكية وإعلانك باستقلال منطقة كبيرة في أوكرانيا فكرة رائعة. This is genius. Putin declares a big portion of the Ukraine of Ukraine. Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful. I knew Putin very well. I got along with him great. He liked me. I liked him. I mean, you know, he's a tough cookie. He's got a lot of great charm and a lot of pride. But the way he, and he loves his country, you know, that he always wanted Ukraine. I used to talk to him about it. I said, you can't do it. You're not going to do it. But I could see that he wanted it. I used to ask him. We used to talk about it at length. ترامب مو بس عبر عن إعجابه ببوتين لكن كمان طبعا نزل نقد في بايدن واعتبر العقوبات اللي فرضها على روسيا يعني كأنها زي قلتها وقال إنه رجل ما عنده تصور للي بيسويه وعقوباته ضعيفة وغير مهمة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراضي ذات مواقع استراتيجية. ترامب كمان قال إنه اللي بيصير في أوكرانيا كارثة واعتبر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كمان كارثة ومن أكثر اللحظات إحراجاً في تاريخ أمريكا وقال إنه هذه الأمور استحالة كانت تحصل لو فضل هو في الرئاسة. وبالمناسبة ترى ترامب كمان في المقابلة هذه ربط الأزمة الأوكرانية بالصين وتوقع إنه الصين حتهاجم تايوان وتحتلها زي ما قرر بوتين يعترف بجمهوريتين في أوكرانيا. وبنى كلامه على معرفته الوثيقة أيضا بالرئيس الصيني وقال إنه الصينيين ما كانوا يتجرؤوا يعملوا كده معاه بس مع بايدن أكيد حيسووها ويسعوا وراء تايوان. To know him, I got to know President Xi. By the way, China's going to be next. You know, China's going to. You think they're going to go after Taiwan? Oh, absolutely. Not with me, they wouldn't have. But you think with Biden, they'll try him? They're waiting till after the Olympics. وفي أول تصريح على كل تصريح أو في أول تعليق تحديداً على كل تصريحات ترامب وخاصة مدحه لبوتين طلعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي وإيش كده اختصرت الموضوع ولمته وقالت إنه من باب السياسة بنحاول ما ناخذ نصيحة أو بنحاول ما ناخذ نصيحة أي شخص بيمدح في بوتين واستراتيجيته العسكرية. Well, as a matter of policy, we try not to take advice from anyone who praises President Putin and his military strategy, which I believe is what happened there. رايلي وإليانا زوجين من أستراليا دول من الجماعة هذول اللي كده محبين للطبيعة بس يعني تعرفوا هذا النوع اللي هو مرة عاد إكستريم يعني فباعوا كل شيء بيملكوه واشتروا قارب شراعي وعايشين فيه وجلسين بيلفوا العالم وكده. المهم طبعا هم رايحين فتحين قناة على يوتيوب بيوثقوا فيها حياتهم وعندهم 1,700,000 مشترك بس ترى لو فاكرين أنه هذا أجن شيء عملوه انتوا غلطانين يعني لانه الزوجين نشروا مؤخرا فيديو صدم العالم. فالاب والام اخذوا ابنهم اللي عمره سنتين يسبح مع القروش لا قروش شاركس هذه ما غيرها اللي كلنا بنترعب من مجرد ذكر اسمها. نشوف احتفالات يوم التأسيس في السعودية مشاهدينا لسه مكملة وأمس استعرضنا معكم مجموعة من أجمل الأغاني اللي طرحها كبار النجوم احتفالا بهذه المناسبة الجميلة واليوم بنكمل معكم كمان بأغاني جديدة أترككم معها وأعود وألقاكم غدا إن شاء الله في إيش الخميس الونيس. ردها معزي ولا دور بدأ